أما العائلة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور الثمانية فازت على عائلة الحسيني في دور ال 32. من العبور محافظة الأهليوبية نرحب كلنا بعائلة عرفة. عائلة عرفة، الأب وائل عرفة ومدام نرمين عرفة وأولادهم محمد ومريم. مريم في الحلقة اللي فاتت كانت مصرة تجاوب سؤال، وإحنا كنا عارفين الإجابة اللي هتقولها غلط، بس يعني هي مصممة، وكان عندي خناقة مع محمد. ما إحنا كنا عارفين الإجابة وأنا قلت له سيبها تقولها، طب ما هي غلط سيبها تقولها، لازم هي فرد من الأسرة، فرد مهم للقلب يعني. ما عنديش مشكلة أن أنا أخسر بسبب مريم خالص يعني، المهم أن أنا أكسبها هي. أنا فرحانة جدا بيهم لأن أنا ما قدرتش أشوف محمد يعني، ما جيتش معاه وهو بيصور في المدارس، فمبسوطة جدا وأنا معاه ومعايا مريم المرة دي في العائلة. حاسس أن أنا لازم أليد الموضوع شوية عشان أنا كان عندي خبرات قبل كده، وإن شاء الله ربنا معانا. أنا مش خايف من حاجة وواثق في العيلة إن شاء الله، وإن إحنا إن شاء الله هنوصل النهاية. هو كان بيخليني أجاوب كل الأسئلة اللي عايزاها حتى لو هو متأكد 100% إنها غلط، بس هو كان عايزني يعني أحسن من نفسي ومديني الثقة التامة يعني في الموضوع. بس وانا اصريت بصراحة ان انا جاوب السؤال وهو طلع غلط، وبصراحة حسيت ان انا بخسر العيلة كل شوية، بس هم ما كانوش حاسين بكده وكانوا واثقين فيا حتى لو انا كنت هجاوب السؤال غلط. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعت تاني يا مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله كويسة. استعديتي؟ اه الحمد لله. في فكرة جديدة حصلت وغيرتي ما بين دكتورة لحاجة تانية؟ اه ان شاء الله. غيرتي رأيك وهتبقي ايه؟ ان شاء الله صحفية. خلاص رجعتي تاني لفكرة انك تبقي صحفية، اشمعنى؟ بحب بصراحة يعني، بفرج على حاجات كتير ليها علاقة بالموضوع وانا بحب الموضوع ده بصراحة يعني، بحب عايزة مينة. تكتبي ورقة وقلم وتكتبي. بصي باباكي بيبصلك ازاي؟ شكرا يا بابا. مين افضل لاعب في عيلة عرفة؟ هو يا اما بابا يا اما محمد، الله اعلم. يا بابا يا محمد؟ لا مش محمد، الاستاذ وائل عرفة افضل لاعب ب 75 نقطة، نحييه كلنا. يعني احنا عندنا النهاردة مباراة جانبية ما بين الاستاذ وائل والباشمهندس ياسر، مباراة على جنب ما بين الزمالك وبين الاهلي. بص الكرافتة الحمراء، شايف؟ واخد بالك من الكرافتة الحمراء دي؟ والقميص الابيض. القميص لا ده زي القميص الابيض. تمام، واضح ان احنا هنبقى قدام مباراه قويه النهارده. مدام نرمين استعدتي؟ الحمد لله. ايه المجال اللي انت كنت حاسه انه محتاج شويه مجهود اكتر؟ الادب. تمام، بصيته في الادب الى حد ما. الى حد ما الحمد تمام. لله. محمد اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي احساسك ايه بماتش النهارده؟ هو ماتش صعب. متوقع مين اللي هيوصل لدور الثمانيه؟ لا توفيق للعيلتين يعني. برافو عليك، احب الروح الرياضيه دي، برافو عليك. قبل ما نبتدي حلقة النهاردة عايز أحيي العيلتين، عيلة عرفة وعيلة جلال.